من هو عبد الرحمن النبهان؟ الشاب السوري الذي ختم القرآن كاملا في ركعة واحدة. وما هو قول المتشككين في سنة عثمان ابن عفان رضي الله عنه الآن؟ مرحبا بكم أصدقائي، أولا صلوا على الحبيب. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيا لنبدأ. سلطت وسائل الإعلام التركية الضوء على الشاب السوري عبد الرحمن النبهان، والذي يقيم في تركيا بعد تمكنه من تحقيق حلمه في قراءة القرآن الكريم كاملا في ركعة واحدة. نعم يا صديقي، في ركعة واحدة أمضى عبد الرحمن 7 ساعات متواصلة وهو يقف على قدميه في صلاته ليلا ليختم القرآن الكريم كاملا في ركعة واحدة، وبذلك يحقق حلمه الذي سعى كثيرا إليه. واستطاع الشاب العشريني قراءة 60 حزبا و240 ربعا و6236 آية، وقال إنما يسعده حقا أن قراءته لم تكن خاوية من روح الصلاة أو مجرد ترديد كلمات، وإنما قراءة بتركيز ووعي. وما أوضحه خلال قناته التي تحمل اسمه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. عبد الرحمن يدرس بكلية التوجيه النفسي بتركيا. يقول الشاب: كنت دائما أسمع أن سيدنا عثمان ابن عفان قيم الليلة في ركعة واحدة، هذا الشيء زرع الفكرة والحلم عندي. يدرس عبد الرحمن في السنة الثانية بكلية التوجيه النفسي جامعة سلجوق بقونيا، وحاول أن يحقق هذا الحلم في مرة سابقة لكنه لم يستطع مواصلة القراءة بتركيز، مما جعله يتراجع عن ذلك ويؤجله لوقت قادم يكون فيه أكثر استعدادا. ختم القرآن الكريم في 7 ساعات، 7 ساعات متواصلة هي المدة التي قضاها عبد الرحمن واقفا في صلاته. يقول: بدأت من الساعة 11 مساء والحمد لله الساعة 6 صباحا كنت قد ختمته. حاول اختيار الوقت المناسب الذي يساعده على استكمال صلاته ويقلل من شعوره بالتعب والإرهاق، ولذلك اختار إحدى ليالي الشتاء الطويلة، كما اختار أيضا أن يقضي ساعات صلاته الطويلة هذه في المسجد متجنبا ضياع وقته في المنزل أو التشويش عليه من أحد أفراد الأسرة. ورغم الإرهاق الذي تكبده الشاب السوري أثناء صلاته التي امتدت لعدة ساعات، إلا أنه لم ينسى أهله وأصدقائه وجعل لهم نصيبا في الصلاة والدعاء. يقول عبد الرحمن: دعيت لنفسي ولكل أهلي ولكل الأصدقاء والمتابعين، وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله.